عاد ما كان هذا الصندوق يستقبل الشكاوى بشكل يدوي وتقليدي عن طريق ظروف، حيث يطلب من الزائرين كتابة شكواهم ومقترحاتهم ثم وضعها في هذا الصندوق المخصص. هذا النظام رغم بساطته كان يواجه العديد من التحديات مثل بطء الاستجابة وعدم فهم الخط وقلة الشفافية والصعوبة في متابعة الشكوى. حالياً اعتمدت إدارة العتبة الكاظمية المقدسة مواكبة وسائل الإعلام الرقمي وإيجاد حل أمثل وأكثر استجابة وفعالية، وبإشراف سيد الأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة الأستاذ الدكتور حيدر حسن الشمر المحترم، إنشاء صفحة على تطبيق التليجرام كحل مبتكر يجسد التقدم التكنولوجي في هذا المجال، وبمتابعة لجنة مختصة ومستقلة تعمل على إدارة الصفحة والاستجابة السريعة للشكوى على مدار 24 ساعة. هذه الصفحة راح تساعد بإيصال رسائلكم للجهات المعنية وحل جميع القضايا المتعلقة بكم واستقبال المقترحات والشكاوى، وتم نشر رابط الصفحة على جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالعتبة الكاظمية المقدسة. ولا تنسون اكتبوا لنا مقترحاتكم وطلباتكم ورسائلكم، وإن شاء الله سيتم الرد عليها بأسرع وقت ممكن.